وحد الله بقى بتعيط ليه؟ القهوة سادة مرة. وانا اللي بفكرك بتعيط على ابوك. منظر مأزون ولا حنوتي؟ ده الأستاذ المأزون. ما بيقول ناصر هنحارب هنحارب هنحارب. سيبنا من اللي فات يا استعان. قول لي بنحب الاستاذ حسن حسني اللي ربانا وعلمنا الشغلانه. صعب صعب ممكن لو تقدم للنيابه على الاقل ناخد 10 سنين سجن. حد منهم متربى في البندر؟ ابدا يا فندم. قيمة وقامة كبيرة تفتخر بها النقابة وتفتخر بها مصر، تفتخر بها المجال الفني في مصر والعالم العربي. كأنك بتقابل الفنان بآخر مشوار طويل ده وتديله وردة، بس وردة مفتحة شوية. هو ده التكريم.